Welcome to No Garlic, No Onions 2023 Recap Part 2. أنتوا طلبتوا ونحن لبينا، وبما أنه كانت هالسنة مليئة بالأحداث والسفر والمشاوير والناس والقصص والنجاحات وكتير أشياء تانية، ولا ممكن فيديو واحد أو اثنين حتى يعطوا هالسنة حقها، ولكن جربنا نجمع أكتر الأشياء المهضومة اللي صارت هالسنة ويلي فاتت على القلب ويلي تعلمناها. فخليكن معنا لآخر هالحلقة مع No Garlic No Onions 2023 Recap Part 2. Let's do it. Good morning. مش جاي إيدك فاضيين؟ لا بحيث جاي إيدي فاضيين. مشوار ببلش هلا. أول مارش أول بطارية. ما في حدا. لا حياة لمن تنادي. خير نفاجئك شو في هونيك وما تعطي الهم. شد حالك. كرمال عم يحضرونا لبنان؟ صباحو. جاي إيدك فاضيين؟ تاكسي او سيرفيس؟ سيرفيس سيرفيسان بس لوين واصل؟ بس هاي هاو يو هي بيت اوكي جود ايه كمل. شو صار؟ شو تعلمنا هالسنه؟ برمت بلاد كثير. وات وير ذا هايلايتس اوف افري تريب؟ نال اول ذا واي اند ثانك يو حياتي. البدايه شو بك؟ مش على وضعك بدنا نروقك شو طيب؟ يا الله ساعدنا يا انطوني فطاير على الطاير عم ناكل شي لقمة تمدوخ بس منقوف في صحتك يلا خلص حبه مسقسة بتنقيط بتفتح دهن الجنينة هيك بتحسه ساعات بصور و ابدا كيف تقول يا ريت فيي اكل لقمه؟ حسيت بالشعور ها؟ اها حس بالقرفه والله ما راح اعيد بقى صار فينا حسيت بالظلم؟ كثير هذا كيف انطوني انا صار لي فتره كنت من زمان بفكر مش بفكر انه عايش بدبي كانت قضيها سهر وظهر ومطاعم برج خليفه بالم جميرا يعني كنت مثل ما كل هالعالم بيجوا على دبي بشوفوا انه دبي هي مطرح اللكجري والفن اخر فتره صار لي 5 سنين اذا مش اكثر شوي مقضيها اكثر اكتيفيتيز ان ذا نيتشر والعالم اللي هيدا هو الشيء اللي ما بيعرفوه عن الامارات مش بس بدبي برات دبي نحن اليوم بمنطقه اسمها شوكه كلها جبال ووديان وانهر واميزنج سبوتس للكامبينج رجعنا عن جرجي وجرجي ناطرنا تناكل سمك تننبسط تنحكي كلام لايق وحلو فهمت علي كل البق ايه خبرنا عن الوضع اخي هلا بنشوف بس ننزل الخيط بنحكي وضع البلد ايه بلد وضع البلد صفر اول الزلمة رايحين على جنة ممنالا وينك سكنا بالفردوس خير بالدنيا انطوني الله يحمي كل الدنيا كل العالم ما في واحد عنده مصلحة الا ما بيطلب انطوني تمشيني مشيله اياها ويعمل لي دعاية اعطيني عرق ايه هدي عنده عرقات طيبين فخامة شغلة كنت برمي قلبك انت ناس بتحضر وبتشوف نكت ومزح وشرب والبدك ايه بس بعتقد بيحبوك لانه بيعرفوا من جوا قديش انت زلمه طيب وقديش بتساعد وقديش بتدعم وقديش بتوقف ناس على جرايا بس كله على سكاته نشكر الله بتطرطشني بكل كسره اه ماشي ناخد طن وسكت كيفك انت منيح بدي احكي معي على العراق شو بنضحك ايه. بس ما في سمك بدك تاكل لحم لا لا ليه بيتروقوا فوارغ من وراها راس نيفه بترجع على الساعه 10 بتسفق وحديه شاورما على 12 2 كباب هيك انت قادر تعيش جمعه بلا سمك واحد يتمشى ويغني عيونه بالمناظر وبالالوان شيء رائع
كيفك صحة منيح. تطلع على القمر اشتهينا، تطلع على شو اسمه هذا الاكل الطيب، وانت وجهك طيب وجهك حلو. الله يخليك يا مرحبا بك، اهلا وسهلا يا مرحبا. الله يحفظك، اهلا وسهلا. والله كلكم بالعراق ضحكتكم حلوه، استقبالكم حلو. الله يخليك. ولو ما انتم عم تضحكوا معي انا مش عم بضحك، يعني شو لكم استقبالكم. اشكرك يا طيب. بس تطلع بالليل وكل هذا الاكل زين. نروح هيك نروح هيك نروح شلون بغداد؟ يا بغداد فل شهر برجع بيكون فتح 100 مطعم جديد. انا شايف لبغداد روح كتير حلوه ومستقبل كتير حلو، عم بيزيد اكثر واكثر، ناس عم تاكل احسن اكثر، عم تتعرف على ثقافات اكبر، وهذا الشيء عم نشوفه وعم نكتشفه كل مره. يلا رولينج، كاميرا 1 كاميرا 2 كاميرا 3 كاميرا 4 يس سيت بالسون But thanks Rabia for having me. Yeah, I'm hosting you dude. Yeah. I'm على cruising with Rabs. اليوم في اشياء اساسيه بحياتي هي المصداقيه وهي كرمه وهي حب للعالم وهي اليوم عم خديتي بثلاث ثواني لانه ماني اذا برخشه. سالتني الصبح عمل مشكل بحياتك؟ قلت لك لا، مع انه جد كبيره. بس ما لي مش اكل ولا كف بحياتك؟ قلت لك الحمد لله ما فتشت على مشكل وما اجى مشكل لعندي. صح لك انت الموضوع. It's spreading happiness and touring the world, sharing joy. Connecting boundaries. طب حديث بده هالقد، ليش بتعطيه هالقد؟ قول لحالك صار لك ساعة بتطرق الحمية الكاميرات وما كانت توقف. بس عم خبرهم شيء كثير مفيد حبيبي. حبيبي حبيبي تجي جسي حبيبي. اوه اقعد انت كاميرا تكره الكلمة هول تبع اللي حبيبي. حبيبي كيفك مان؟ عيوني حبيبي. عرفت انه هول بالسهرة اللي قبل ما تجي الفاتورة بتاع الحمية. توت توت توت. سوري ما عم بقطش. قول بدك تاخذني معك شهر 6. عم بقطش ما عم بسمعك. شهر 6 ما عم بقطش لك. ما في ارسال. يو اس اي هير اي كوم. هات نحن اليوم بسان دييغو رح نعمل برمي قد ما بنقدر. اتس ناشونال بارك، من اجمل ما عندنا هون. هويت بمجده الخالق. وعندك الكابريو مونيومنت اللي هلا نحن رايحين عليه. سو بي هابي تو شو يو. بدر مارون ليش بالمطبخ؟ لانه انتوني بس يقعد هيك دمه بيفضل، بصير بده شيء لبناني يرجع يجمعه. ما في شيء اطيب ولا اتقل ولا اهم ولا ادسم من الاورما البقعيه. ايوه 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 ايوه. هيك الاورما. من العراق. اجوا الشباب عن جد من العراق. اول ذا وي. والله مشتاق. قد ايش صار لكم ما رحتوا على العراق؟ انا فوق ال 25 سنة. انا 30. واجا صمون وزعتر. اجا صمون وزعتر. كثير فرحنا بجيتك و نتمنى العراقيين يقومون بواجبك بالعراق مكاننا، واحنا هون. احنا نقوم بواجبك هون وهم يقومون بواجبك بالعراق ان شاء الله. ولا الزم هيك انتم. يعني هيدي بتجيب اولاد اكثر؟ تجيب اولاد دبل. هون حسيت حالي ببيتي ببيتي ببيتي. هوم اواي فروم هوم اند اتس نوت غانا بي ذا لاست تايم اجين. رح تصير بروفيشنال تعبيت بنزين. كيفك تعمل وقت بترجع على لبنان؟ بتصير بيجي تعبي لك بنزين بتقول له بترجيك بترجيك. انا بحب بنزين. موضوع عندي. المسؤوليه علينا كبيره. ودير بورن تراوبلتو المسؤولية. مسؤوليتنا بقضيتنا ان نلف ونضلنا نبرم حولين العالم، نضلنا نجمع 16 مليون لبناني وعربي بالعالم واكثر بكثير اكيد، نجمعهم على المحبة، نخلي ثقافتنا، نخلي لغتنا not give up on it. اكلنا ما يتغير بدون تخبيص. ليش؟ حتى نخلي عاداتنا وتقاليدنا. جماعة الكل، كل اديان، كل المذاهب، كل الباك جراوندز، من اقصى الشمال لأقصى جنوب، وشوي من برا لبنان اجوا كمان، بس الاساس كان كل اللبنانيه اجتمعت عندك. فبدي اقول لك اجادك على المسؤوليه. صح يا ربيع، كنا عم نحكي نتعلم من الناس. طلعت عم نحكي عني. لا انا اذا بدي احكي عنك بدي اقول انه اول شيء قلبي بيكبر فيك وبفتخر فيك، وبعتقد كل انسان امبارح كان واقف. بس انا بيرسونلي بعد علاقه 7 سنين انا وياك كل شيء قطعنا فيه بتطلع فيك، وفي اوقات انسى اكبس ريكورد كون ماسك تليفون ورجع اقول
طلع فيك انه واو ليك وين كنت وليك وين صرت، كبر قلبي فيك وافتخر فيك كثير، لانه من قلبي بقول لك انه بحبك على كل شيء بتعمله، لانك انا واقف حدك ولانك كل العالم واقفه حدك. واكثر شيء حبيت اكثر انه كل العالم تتفرج عليك بحبوك وفي جيش وراك، جيش عم بيوصل معك قضيه كثير مهمه. بس المغزى الاساسي ربيع نطروا ساعه تيقولوا لي مرسي ومرحبا ويتصوروا، تركوا اشغالهم واجوا. امبارح كان في كل الاجيال مع بعضنا وحبينا بعضنا وقعدنا مع بعضنا، ما حدا سالوا انت من وين، انت مين، صح. انت مع مين، انت شو بتعمل. قادرين 16 مليون واحد بالعالم ننجح، نحب بعضنا، نحكي مع بعضنا، نقعد مع بعضنا، قادرين ندعم بعضنا، قادرين نكون شيء كتير كبير. اذا حدا بيقول يعطيك العافيه كيف تعملوها سالوني كلمي. اربع ساعات مشوار شو وصلنا لوين؟ وصلنا على بلجيكا. ميشن نيتشر بلجيوم اند فرانس. معلش هيدا بلش العالم يطلعوا فيك يقولوا في مجنون بالشوارع. تعودت ما في مشكلة. بكره هلا بيجوا بصوروا معنا. والله اشتقت لك كثير، صار لك اكثر من 60 يوم ما شفتني. انت صار لك 60 يوم ما شفتني. اه اي مزبوط. من لبنان واصلين وبعدنا جوعانين، جبنا دغري على الشجر، بعدني بلا غدا وبلا ترويقه. انت طول شعراتك من وقتها. بس صفا؟ كتير منيح. مش الحال؟ مش النيتشر. يوروب هير وي كام. مارك مش عيب. شو هتغير البروجرام وبياخدك بياكل ستريت فود ماركت وكريسمس ماركت وبتعمليك شوية اشياء. لا انت مفكر هون. خير نفاجيك شو في هونيك وما تعطي الهم. طيب. شد حالك. كرمال عم بيحضرونا بلبنان؟ هيدي بليلة وحدة. شو حشرة. بعد ما قلنا لكم انه كريستيان معنا كمان. سو هلا هون هيدا الشيء كثير مش طبيعي نشوفه، بس هيدا عم بيصير فيهم مثل وين ما كان بالعالم. كان هون الخريف شوي كثير حار، ففكروا انه اجى الربيع زهر رودودندرو، هن ما لازم يكونوا ابدا مزهرين هلا. وتخيل انطوني انه في ناس من 1700 و1600 شافوا هالنبتة، هن سموها شيء، بس بعدين العالم تطور صار لازم يشوف اذا هيدا وقتها سميها كانت غير هي او كان هيدا، كانوا يبدلوا، ما كان في انترنت، ما كان في شيء، كانوا يعملوا شيتس مثل هول. هلا قالت لي انه ليناي اللي هو يعتبر الاله تبع كل هذا العلم عنده شيتس هون. تخيل بحياتك شفتي مبسوط هالقد؟ عن جد مش معقول. بحياتك شفتي وجهه مضوى هالقد؟ نو واي. عن جد عن جد لازم واحد يشوفه عم يتفرج عليه وانه يحكي فترات وشو. مش معقول. يعني انا يمكن شايف وجه حدا بحياته هو ساعه ربح مليار دولار باللوتو. يعني مليار دولار مش هالقد عم تعاون فيه. قديش حلو اللي انت هون. بعرف مش عم حس انت عم تحسه. بعرف تشيز دبل تشيز برجر ونزل جبنا الله ما تعرف هيك قصدك. اكسترا بيكن. ليك تخبرك كيف. بس بدنا نقدر يعني مثلا اللي نيل هلا رح نروح نشوف شيء له. تخيل نحن عم نفوت بمطرح تتفهم بوتانيس، بدك تفهم انه واحد بيعرف ملايين ملايين من النباتات وهو قدر لاقى لنا الشعب العادي طريقه يحطهم كلاسيفيكيشن. انت هلا هون بدماغ الديكسيونير من جوا تيصير يطلع ديكسيونير. يعني انه الكوريتر تبع الارباريوم تبع بلجيكا بروسال نحن هي عم تستقبلنا وبتاخذنا. يعني قلوب بعيونه. لو لا لو لو ما كريستيان هون كنت بقلبي. هلا انا بتصور اذا بقولها هلا بتزعل كريستيان صار فيه موت هالقد مبسوط. يعني هو ذا كينج تبع كل الكلاسيفيكيشن بالعالم. يعني هيدا ورقه من هيدا نبته هو لقطفها بايده مجففها وليك كيف بعدها. او ماي جاد. رح تنام على شيء؟ او ماي جاد. He's not gonna sleep tonight. Yay. Oh my god. شمس وشعب ورطوبة. Welcome to Bondi Beach. Nicely mixed, enjoyably creamy, honeycomb, beautiful.
لحظة بس، شو قلت؟ Beautiful. Beautiful. والله صار عم يحكي استرالي. تعالوا تصبحوا، متعوا نظاركم. Beautiful. من وقت ما وصلنا أنا عم خبرك عن شيء مهم، عم خبرك عن هالزبدة الأسترالية 100%، بس اللي نفسها لبنان، وقلت لازم ذوقك إياها تتعرف. يعني بعرف أنتوا جايين من فرنسا بلد الزبدة، بس والله الأسترالية اللبناني بأستراليا عمل عجيب. بدي فرجيك هيدي اللي هي سولتد باتر، اسمها بيبري سايا. هلا عم تقعد عم تحمسني كثير هلا. قصة كبيرة. كلتشر باتر، أول شيء شوف التكستشر، التكستشر تبعها، شوف كيف بتجمد شوي على السقعة بس بتضلها كثير طرية، طلع بتضلها بلاستيك، إيه؟ طلع شيء رائع. وذوق الزبدة غير شكل. شو عم تاكل وحدك؟ شو الوضع؟ تمر التبلخ يا قصة، إيه؟ قصة كبيرة. ليك أنا بيك فان، رحت على دبي وأكلت زبدة على 3-4 أيام. مرتي بتقلي دخلك شو هالزبدة غير شكل، اللي حتى هي بالبراد بتضلها طرية، بتضلها زبدة كتير طيبة. بستغرب كتير عنه اليوم نحن بإسرائيل طبعا فرنسا بلد الزبدة ولاد التكنيك عندنا الزبدة من زمان من مئات السنين. اليوم عندنا زبدة كريمة، الفات فيها كتير مهم موجود، وحلو فيها ما بتزعج، منها طقيلة خفيفة وفيها شوية ملح هيكل، يعني الدوز اللي هو مزبوط. خليك عم تحكم. رائع. Regards to David يلي عم بيشتغل معنا، يلي عم بيصور معنا، نعمل له لقمة ومن دوقه. يا شو طيبة، مش معقول. أنا بروح من القلب. David كل هالشي ما كان صار لو ما أنت. Anthony, there's your Tim Tams. You're gonna love them. You're gonna buy more. Have you tried this? Is it just disgusting? I love it. You're not doing it properly. And there's a book here called Shit Towns in Australia, The Great Aussie Road Trip. Hello. I've been touring the world for the last 12 years and trying to reconnect Lebanese around the world and uniting Arab culture and trying to reconnect Lebanese with their roots and trying to show Lebanon as not seen on the news, unfortunately, with all the bad things. And what you hear about our beautiful country is only bad things. I'm on that mission to leave a certain memory for our kids and a legacy and making people proud of that little humble land called Lebanon. العجة أكيد فيك تجي عميهم بلا ما تقول لك طيبة كتير. بدي أقولكم أنا العجة طيبة، عجينتها مثل البيسكوي من برا، قرشة كتير لذيذة. بيخلط البيض مع الجبنة، بيجمدوا هيك على بعضهم. Very nice mix. فعلا رائع. مين بيقول يكون في هيك كونسبت بلبنان؟ كل سياره بتذكرني شيء. سي 36 ام جي ثاني سياره عندي اياها. شو بدكم في أنا سكت عم بحكي كتير. اسمعوا صوت الزيز حلو. لا صار بدها راب وأميون خارج ترجع تنزار، لأنه فيها أشياء كتير حلوة والشباب كتير لذيذة، وفي أشياء عم تفتح جديد. أكلاتهم طيبين وبيوتهم كتير حلوة، وإن شاء الله نرجع ملتقى بحلقتنا الخامسة قريبا. انطرونا صار دوري خلص لك زمان. طب أخيرا فضيت لنا
خلصنا هلا طلعنا عند مروان حبيب قلبنا وجينا على البطرون ورجعنا صرنا كير جراوند فلور رح يكون بالشطوية ما رح نسكر نلتقى بكره بحلقة جديدة بضيعة جديدة بلبنان عم بلحقهم ضيعة كل يوم قبل ما ارجع اخذ الطيارة وكفي برمتي بالعالم انا كمان صح صح منيح عم بضرب كل شيء منيح شو شايف فيي نار المختار تذكرتوه المختار يي 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 شي حبيبي اشتقت لك اذا فريك صوره من 4 سنين يعني قص كنا رحنا لهونيك هلا لا الحمد لله نعم صحته راجعه سو ولا صرت شاب اكثر مني صرت لا مش اكثر منك لا خلينا كل واحد يعرف حدوده انت الله يبارك تعرفنا على بعضنا من عن جد 3 4 سنين قضينا وقت كتير حلو بالطبيعة طلعنا بالسيارة رجعوا احضروا الحلقات القديمة وحبيتوا من وقتها كل مقطع من هون بعده كل مقطع من هون قولوا مرحبا بونجور منقوشة أكلنا قهوة شربنا تفاحة كدشنا والمتين نهارنا ببلش حتى التفاحة عندهم طيبين رائعة مش طيبة سوبر طيبة اللي عم جرب قوله إن شاء الله اللي عم بقوله ينفهم مصبوط شوية شجر أكتر حماية الطبيعة أكتر وعي أكتر تقص شجر أقل عمار همجي أقل وعشوائي وهيك منحافظ على اللي كان لبنان الأخضر واللي لازم يرجع لبنان الأخضر المتين هي منطقة تصميم تصرفية أساساً كانت مركز اللمعيين بلبنان وهي أساساً هلأ بأيام الصيف هي مركز يعني مركز القائم مقامية بالصيف مثل ما هي مركز القائم مقامية بجديدة بالمتن يعني القائم مقامية المتن بتبلش بالمتين هاي الثالث مرة بجي لهون بحب الأكل بحب القعدة بحب الرواق بحب الشغف بحب العطاء بحب الطريقة اللي بيشتغلوا فيها يعني هي شغل بيت وفيك تكون معي يعني ما تعرف ريتوا صحتين نظرينا كحدا تبلي نشوف منين احنا بناكل تبولة طازة شو هالطعمة يا داود هول حبيبي هول شفتون هول يلا طب دقت نعم عم بتأكد انه طيبين اوكي نعم رائع 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 سخنة عطيناك السعرة رائع مارك عبالك لسان لا انا عم بقول انت لسان مش عايز انخاع كتر رح اتذكر ما اختك معي على مشوار بالوادي بقى صار بدها دوش ثلاثة زوم دوش طيبين الأسيوية انشهروا بالتمبورا ولا هن وين ونحن وين؟ ايه ما بدي أنا لا مش معقول هون رحت مسجات ايه كيلون وبس بقى يطلع عمالك تاكل بتنجان تجي بالتلفلي تجي لهون دغري ما فيش عصيد اليوم؟ بلا يلا أنطوني يا أمل كل لبناني أنطوني يا أمل كل إنسان بيعاني أنطوني يا منور كل الشاشات وصلت للعالم أبطال وأنت بطبعك إنسانة. شو حلو. مرسي. أنت خير. مرسي. مشحرة هاوتس ميد 101 مشحرة يعني فحم يعني باربيكيو يعني هويله كل التفاصيل مع المعلم شرب الكبير يلا ابو شرب نمشي هيدا شو هيدا لاند كروزر تويوتا كروزر سبيشال اديشن ولا انا بعتقد الشركه بتدفع لك فيه مبالغ هيدا صار له معي 28 سنه 28 سنه وبعده مثل ما هو ما بيعطس هذا
بده شوية شجرة بس مع الأيام بنمشي حال المنظرة. رائع. تفضل. اسم الله. أنا أنت بتطلع بالصالون ونحن بالصندوق؟ أبو شربل بالرجعة بالقلب. جاهز؟ أحلى مشوار. طول عمرك. شو هالسيارة غير شكل؟ طول عمرك طول عمرك. بس حطيت اللوح ضغط إنه أخذت نار لجوا. أنا هلا بجمعتين قاعدة هون، هلا شو؟ بيروح بيطير كله، ما بيضل. ليلى. ما هيك جلسة قاعدة. ثلاث رائعين. الله يخليك. مش معقول شو نفسهم طيب. طول عمرك طول عمرك. بالطبيعة. الحمد لله. متروعة. كل ما بيقول ألس زلمة بفكر عم بيحكي عني، بيطلع بيحكي عنك. على فكرة عطول على التواصل أنا وياك رئيس مارك. أنت وياه شخص واحد بعتبره مرة. ما بشرب عرق بس بنقول له كاسك. الله يخليك. كاسك. صحة صحة، أهلا وسهلا. اشتقنا اشتقنا اشتقنا. يسعد هالصباح الحلو، يسعد هالصباح الحلو. اشتقت لك اشتقت لك. الله يخليك طول عمرك، خلي عيالك يا رب. أي هي المبروكة. أخذت شغل معنا منيح لحتى صار جاهزة. هلكنا نتفي الشتاء. طولت تنشفت لا تطفت. لا طفت اكيد. قديش اخذت وقت تقريبا؟ اخذت وقت تقريبا شي بحدود 22 يوم ما بين ولا عينه وطفيه. ما حدا غيرك بيعمل هالشي نظيف المرتب اللي ما بيطلع دخن ابدا، مش بيبين انه حارق الحرش. لا لا ممنوع، شغلي بدها تكون عقصه الظروف. انتك شو طيب هالانسان. صباحك يا هلا. خبرة الطبيعة والدنيا والحياة أو شهادات الجامعة؟ لا لا شو أنا حبيبي ليك بوتي ليك ملا صبات، أنا عايش كل حياتي مع الطبيعة وخبار منزد لها شوية خبرة الجامعة. على عيني. بس نحن اللي انت عم بتقوله على راسنا. انت هون؟ جمع. Good morning good morning. بحبك لدرجة أنه إذا أنت أكلت مثل أنا أكلت. برافو. كل عني وعنك. أنا كمان. أنت كمان. بحبك مثل ما أنت بتحبني. اليوم عامل رجيم اليوم الحمد لله. لا نيحة على خير، زيادة على خير. هون وين صرنا؟ عامل عرزالك؟ عرزالنا الخاص، قعدتنا الخاصة. ترجع تنغمر بقلب الغصون اللي تغمرنا اخر هالدنيا بعدين، بس هلا نحن عم نشوفها. تجي هون بتكتب تفكر هون الكتيبة نتفق التفكير كيف يصير كيف يخلق البروجيكت من الاعداد اللي اكيد اللي بتعز علي. احلى بلد بالعالم الناس ما بدها تشوف، بناس بتحب بعضها الناس ما بدها تشوف، بعيلة الناس ما بدها تشوف، بفن حوالينا كل يوم الناس ما بدها تشوف. ورودي هو شخص بيعرف يشوف. تتقشع بدك تتواضع اول شيء. تتقشع وتعرف بدك تتواضع. هذا عم نحكي عن الاشخاص اللي بدهم يعرفوا بدهم يقشعوا. يعني بدك تسمع. احنا شعب ما بنعرف نسمع، ما بنعرف نقرا. انا وقت في شيء موضوع مهم عم بيحكيه غيري انا بسمع بدي اعرف. خي خلي الشيء المهم جواتي لانه مهم طلعه ثاني ميك، ولو ما هيك ما وصلت لهون. اكتشفت لكم اليوم شخص بيحب الاكل قد ايه. رح نتفق على الطريق. قال لي بوزة طلب الرجعة. قال لي لا بتطلع. هلا وصلنا. قال لي بطيخ. قلت له خلينا نصور. قال لي بطيخ منصور بعدين. عملت الأرزات بالصيف، بالشتاء بالتلجات، بالربيع بالخريف. بعتقد من أعظم المرات عم بعملهم مع رودي رحمة. حبيبي رودي، لقينا دواء للشعب اللبناني. ايه ايه. أنا تعا عود هون. تعا عود هون. تعا هون خي. شو ما صار معك من مشاكل تعا تمشى هون. مخانق مع حالك تعا لهون. تمشي تعا لهون كل يوم ربع ساعة نص ساعة خي، باليومين ثلاثة بالجمعة تعا مرة مرتين خي.
اذا صار معك اي بروبلم تعال هون. خانق مع وطنك تحنا ماشي. خانق مع وطنك تعال هون. شو بيصير؟ بيصير تتشبع من هالخصون اللي انت عم تشوفها قدامك، من هالكويز، من هالعلوبه، هالضخامه، الزمن اللي فيك. اه بيصير هالانكونسيون يلا ياخذ 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 عينيك، يلا يلا تاخذ تاخذ تاخذ، تشبع تشرب. اه تتشبع. بعد شوي شو بده يصير؟ تحس حالك شو هجبين العيلة، تاخد طاقة وتنزل عبيني. خلص تاخد طاقة وتنزل عبيني نزال. ومين بده يقلك بقى هيدا الوطن منه ماشي حاله منه ماشي؟ بدك تقلهم بلا ماشي حاله، تعا تقلك وين ماشي حاله. مزبوطة ولا؟ صح. إذا اليوم تعلمت شيء، تعلمت جملة كتير حلوة اسمها وطن شبعان صلى. وطن أرض شبعان صلى، وكرمال ما يروح صلواتهم ديعان لجدك وبي جدك وجد جدك، حافظ على بلدك. أديشا الموسم الرابع ببلش من هون. الحماس ما نمكي الليل، ماني مصدق أنه هيدا عم بيصير. حلم حياتي من أنا عمري سنة أنا أطلع بهليكوبتر الجيش مع الجيش اللبناني العظيم اللي محترمه كتير. رح نطلع كل الوادي على الأرز. كاميرا 1 كلير، جو برو 1 كلير، 2 3، وحدة جوة طلقلنا، كاميراتنا جاهزين. اليوم نزلنا العتاد التقيل اللي بتطلع 160، توصل ل 160 كيلومتر بالساعة. هتسلم always. Let's go. انت اصلا قعدت على بالك لازق في خيفان ماشي فيك تقطع الايد، يعني ما تقطعها كثير ناس رح يعدوا وشي ايدك. وصلنا هلا رح يلاقونا اصحابنا اللي حبيتهم وتعودت عليهم، يعني هن اليو شربيل. وهلا وصلنا على الارز، تشجير الارز. صباح الخير شربيل. صباح النور. تمام، اهلا فيكم. نحن ناطرين انطوني ومبارك ينزلوا بالطوافه العسكريه بالمهبط هون بالسكنه تنبلش حلقتنا. يا جماعة أحلى بلد بالعالم، يا جماعة أحلى بلد بالعالم. يعني إن شاء الله نكون قدرنا صورناكم وفرجيناكم يلي شفناه. الإحساس بياخد العقل. هون لازم نقول للجيش
مرسي على كل شيء عملتوه معنا، مرسي لأنه قبلتوا على الاحترام. هني بيسوقوا خوات، حيالله حدا بيقدر اليوم يعيش هيدا الاختبار بغير طريقة، بغير هليكوبتر أكيد، بس فيكم تشوفوا لبنان من فوق مع الجيش اللبناني بسعر كتير صغير على الابليكيشن. بتفوتوا تاني نهار بتطلعوا بهليكوبتر، ومن الهليكوبتر فيكم تشوفوا لبنان ب15 دقيقة. بهالطريقة بتكون عم تشوف بلدك، عم بتسوق بلدك، عم بتصور بلدك، وعم تدعم الجيش اللبناني يلي اليوم عايز شوي تيقدر يكفي. والجيش اللبناني ناطركم تعيشوا زيت الاختبار يلي ولا أروع. لازم تاكل لأنه كتير انت صرفت انرجي على الطريق من مطار بيروت لهون للوس. كيف كانت الطلعة؟ طلعة كانت كتير حلوة عن جد. نحن بغابة أرز الرب يلي ملكيتها بتعود للبطريركية المارونية، بس هي هذا رمز البلد ورمز كل لبناني على وين ما راح بالدنيا بيفتخر انه معه ارزته حملها وين ما كان، خاصة على العلم. اجى التموين من ملكة بريطانيا بال 1877، هي مولت وانعمل هذا السور، تعمر حوالي الغابة كلها سوا، ومن يومتها الحماية الفعلية. بس مشهد أسطوري وخيالي، ويعني شاهدي على كل هالدهور، شاهدي على كل هالزمن قاطع، وهيدا أهمية هالشجرة. نحنا دايما منقول لما واحد بيمشي بغابة لازم يطلع نزول مثل هيدا النبتة هون رائعة، اسمها أكونتو ليمون ليبانوتيكوم، يعني حامل اسم لبنان مثل الأرز. هيدا النبتة بتطلع على الأعالي بلبنان، زهرتها كتير حلوة هون عم شوفها صارت بالآخر. هيدا مثلا بيستعملوها كتير معازي، بقصوها بيحرقوها كتير كرمال يتدفف. وبدي اقول لك اكثر من هيك، يعني في قطع جميله جدا خاصه بالاكليل، بالاكليل الماروني، وكتار بيختاروا انه يتكللوا هون بغابه ارز الرب. في جمله كتير حلوه، هالجمله بتقول: وينتصب بنوك امامك كارز لبنان الطيب الشذا. هيدا عم يتوجهوا فيها للعريس. اختيار الأرز كرمز كمان، إذا بنرجع حتى لتاريخ الرهبنة المارونية منلاقي أنه رئيس الرهبنة بالقرارات، قرارات المجامع الدائرية، كان ختم موجود عليه الأرز. فكأنه هالأرز اللي نقلت من هالحياة الدائرية من رمز بطريركي إلى رمز وطني لبناني عظيم. حبينا كالجنة نضل محافظين عليها، نضل هالإرث الثقافي ضل موجود. كانت فكرة رودي يخلط بين الإله مع الأرض يلي نقى الأرض يلي هي رح تكون وصلة بين الله والناس. جامعة المدينة يلي تعودوا على طعمة البلاستيك واعتبروها مي طيبة، بيطلع على الجبل بيشوفوا هالمي وبيشربوا من بركة الله ولبنان. واو. ما بدهم خبزة مثل الكريم. شو هالشغل الحلو، ما حطيت حتى ملح، حتى ما حطيت بهار. اشتقنا اشتقنا اشتقنا. كيفك الحمد لله. كيفك انت؟ رجع نذكركم، التقينا من صاروا سنة دخلك؟ سنة وشهرين. سنة وشهرين وجينا قضينا وقت كتير حلو، حبيتوا الحلقة، كيف اهتموا فينا، كيف عشونا، كيف حكينا عن العيش الحلو والصعبة بالجرد. اللي بتقعد هون نهار نهارين ثلاثة بتفل، مش مصدق انه هالقد بتنبسط بالارض، هالقد بتتعلق بالارض، وبنطلع وبنقول ركض ركض يلا يلا ببيروت، تليفون وواتساب وقلي تقلك، وهن عايشين يعني ليك المشهد لحاله عن جد سينما. الموقع اللي نحن فيه هالقد بيعكس مين نحنا. نحنا لبنان، نحنا البلد اللبنانية، يعني أنا بعتبر لبنان هو بلدي، هو ضايعة. فاليوم لك بأرض القداسة هالطبيعة الحلوة، هالتاريخ، جبران، العالم الطيبة، الأرض الطيبة، هي قطايب الريفية الأصالة، هي لبنان. وهي أجمل بلد اللي أنت عنطني على طول بتحكي عنه. نحن مش أنه جايين هيك، لا، في خلفية، في معرفة، في ثقافة، في زواد وفي زاد، إن كان بالأكل أو بالفكر. قطايب ريف أكثر من 40 تعاونية ستات بكل لبنان، بتساعد ميات وميات من العائلات، بتمكن المرأة أهم شيء، وبتحق
تحافظ على المون اللبنانية يلي نحن معودين عليها، وفي ناس بلشت تنسيها. ورق العنب باللحمة ومع الضلوع الغنم عن جد شغلة كتير طيبة. شوف الزوم كيف معقد، معقد كتير كتير كتير، وحاطين له كمان حمض الحصرم، وعن جد بس تدقوه عم بدكم تقولوا اف اه يا بلدنا قديش انت طيب. لك إلي وين؟ إلي وين؟ هو إلي حب يستقبلنا بالأرز، حب انه هو انه حرام نوصل على الأرز، صورنا عم نغط ايه، طلب انه معلش انا يعني كرمالكم بستقبلكم بالأرز وبصوركم انتوا نزلين تما تحسوا حالكم انه هيك وصلتوا وايدينا فاضيين. بدك نجرب على الازاز؟ جرب على الازاز. اي ساعة معقول الا لما تطلع البلكون تقول لي باي؟ وين اي منطقة؟ رجي رح جربنا نلاقي طريقة نقدر نصور نسجل الصوت. انا منك ليه؟ ارزق. لا ما هديت ايدك. ابدا ما بتخوف، كثير آمنة. حاسك جاي مش رح تمشي معنا. كثير كثير مزبط حالك. انطوني ما قلت له للاسيستنت ثانك يو انه على شرفك غسل السياره فاينلي. ما غسلتها. غسلت لي السياره على شرفي؟ وان تو. رح نبلش حلقتنا اليوم من الارز، من جنينه ارز الرب. صفر. نرجع لحزقيال النبي هون. شفتي بعيد من الاول؟ خلص منك. اخ كتفي هلا انت هيك من هلا لليومين. رح نخففه اليوم تاكلكم تشربوا. لازم كنت صور لك هيدا وهيدا كيف عم يطلعوا فيك. نحن بنشكرك. مان التاريخ بس رح يتذكرني لاني بتحملك. بس هيك. خلقت مهضوم او صرت مهضوم مع الوقت؟ لا الشمس كثير قوية، بدك كريم؟ عم تسمع إلي؟ صار بدها تفاحة معك. يلا ها انت اطلب ونحن بنجيب لك. لك اطيب ناس بالدنيا انت. على سهلة. وليك مش حيلا اس ان سي اف؟ كيف صارت بالجير بهيدي؟ انا مرت الماضي تعودت ما بيحكي كثير، فلازم انا احكي حالي وجاوب حالي وبرع وجهه انه اقتنع باللي انا قلته. مش هيك؟ ما عم بيحكي. عن جد سينما. شو على القد على السانسيت؟ بركي انا بوجهك. اوه ايلي وانت معنا؟ انا معكم. نحن كثير مبسوطين ومفتخرين بوجودك معنا بالطبيعه مع المعزه. اول مره. اول مره. شو احساسك؟ من بيروت جينا وساعتين سقنا. صح سقت. سقت. وصلنا على عينات اللي بنحبها كثير. مش اول مره نحن هون، بس اليوم نحن هون تنرجع نفرجيكم العنب. اهم شغله عم نحكي عن عنبيت كل هالمنطقه بتبلش من دير الاحمر all the way up، طلوع صوب عينيتها وورا الجبل، ورا الجبل وصلنا على الارز. رح اسمح لحالي اقطش وحده بس لفرجيكم اياها. اوف سكر 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 سكر، مي كتير قليل. بيوتيفول. وباكدكم انه بيعطوا عنب لكتير ناس بلبنان، كتير 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 عالم بتعمل وبتخلط باربع انحاء لبنان. واهم شيء في نباتات على الارض، شفت اثنين هلا بدي لك عليهم رح تنصدم، ما في منهم بالعالم غير بلبنان، طالعين حد العنبات دقين فيهم، رح نحكي عنهم ونقول كمان انه هول بيأثروا بالتيروار تبع هالمنطقة. خلينا نتفق على موضوع، خلينا نسميها جبنة لبنانية. بلدية فيكون كل شيء بلدي، كل بلد بسمي شيء بلدي، بس نحن بكل فخر هي جبنة بيضة المالحة الناشفة المعزة ما في منها لهون، اسمها الجبنة اللبنانية اللي شكلها مقرصة على الإيد بالطريقة اللي نحن بنعرفها. اللي كتير طيبة. اللي كتير مهمة، بتاكل مع بندورة، بتاكل بالمنقوشة، بتاكل مفروطة بقلب السلاد. شغلة عظيمة. وكل واحد لبناني برا بقول انا شو عم بعمل مدري وين، بقول لك اخ كاس هالجامعه. بدكم نطلب من كل حدا بيعرف حدا بيعمل رجين يبعث له هذا الفيديو ويقول له ما بقى تشطبه وتشحله وتقصه اللذة بيت لبنان، ما بينعمل منه جن، ما بينعمل جن الاصلي. انا ما بدنا ناس كيف ما كان تروح تشيل لذة بيتنا نوينج انه تزرع الزاب اوكي، وليك عم نشوف قد ايه رده على الطبيعه منه سهل مثل الارز يرجع.
وهذا كمان شغلة بدنا نحافظ عليها، نخلي جبالنا كلها ترجع للزاب. صح. بلش أول ما فتحتوه شفته بلشت اللمعة تبين، ما فيه كراميل. أوه ماي جود، حلاوته خفيفة خفيفة خفيفة، بحرك المشاعر مش معقول. أول مارش أول بطارية، ما في حدا، لا حياة لمن تنادي. بس نحن وين؟ نحن ببرقة بآخر آخر 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 الدنيا، آخر الجرد، أبعد ضايعة. طيب فنشوف على البركة. المهم أكلنا عسل وشبعانين. هيك عم نعرف وين المارش من هون، عم نبش بس شكله من تحت ما عم لاقي. اذا حدا بيعرف وين المارش بليسان باترو 2015 بعثوا لنا مسج، بس ما رح يقدر يروح هلا بعدين. يلا بتجرب؟ جرب. رح نجيب الباور بانك نشرج هالتليفون ونطلع نقضي على مرتبين العسل. احسن شيء. يلا مرتبين العسل. عمر بنيو شغلت فيديو. ايه. انا طيرت الفيديو. قال لي تحط هاي. ايه. 10 ثواني هون. ايه. انطر يلا ما بدوي. عملت؟ دويت. ما بعرف اذا مزبوط بس هيك ضبطت. سيدت بشويد او المفتاح عيدوت له. طبعا شيء زراعة عشان شيء زروع كذا. اذا نزلت انا بتطلع مين بالسوق شو بدك؟ سيدت العطايا. يلا منقلع. بس بين ضرب المارشو. بلاش يقرب وقت الغداء. قمت اروح افرجيكم بداية نتغدى يلا. اوعى تطفي السيارة. نحن بعينيتها رجعنا عند شاتو باكيوس عند ميشيل ناطرنا تيفرجينا شو عم بيصير وكيف عم بيتحضروا البيدات يلي اوريدي موجودين فيكم تشترون بي ميد باي نيتشر، وعم نحضر لكم وعم نغنج القسم يلي لسنة الجاي. بين انا قررت لهم كون هيلثي هلا بنقضي عليها. يعني انا ماني من ضيعه، انا من بيروت. الناس بتسالني شو الضيعه اللي بتحبها، بقول لهم في كم ضيعه بحبهم اكثر من غيرهم. ضيعه لبنان كلها بحبها، بس في ضيعه بحس لانه على بالي يمكن شي نهار عيش فيها. عينيتها وحده منهم. بحب الرواق وهالجبال حواليها، بحب خضرتها فوكتها وهلا انبيداتها. من الشمس للهوايات لنهار ما عرقنا فيه ولا نكزه، فعلا بتحسوا الطاقه من قلب الارض عم تطلع. لبنان من احلى بلد بالعالم. منخبركن ان رغم كل شيء نحن مكفيين. جود مورنينج جود مورنينج جود مورنينج. نهار جديد اليوم وطلعنا على البقعة الغربي. تعاونيات ستات اشياء طيبه، نومه وبرمه من راس الجبل ونزور على الميات. وينن يا حي طلع. بونجور. لك يا حبيبي يا هلا يا هلا أحلى حبيبي كيفك؟ بعدك مثل ما أنت تقبرني أنت حبيب قلبي أنت. أنت منيح؟ وين هالغيبة؟ والله سافرت شوي ورحت فتشت على اللبنانية بالعالم. عم شو؟ وينك يا عيد وأنت؟ كيفك؟ يا تقبرني مشتاقت لك. أنا كمان اشتقت لي ومن عم تصورني وأنا عبيت. يوفقكم يا رب أحلى ناس بالكون. يلا عملينوا ركوة قهوة. ريحة الفرن روعة روعة روعة، ريحة الضيعة روعة، وبعدها بتبرش الجبنة على إيدها. ما في هول الكياس بنفتحها لا 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 لا. هيدا المكدوس بدك تدوق لتحتاني تحكي عنه.
بيعتكم مشهورة بالمكدوس؟ مشهورة، نحن البقاع كله مشهور بالمكدوس، واللي عم ياخد منه عم بيبطل ياخد من عند غيرنا، يعني بيقول لي بدي من عندك. وبنفرم وبنعمل مع هيك مع البقل. يعني هول الأكلات اللي علمتكم ياهن أمتكم أو ستاتكم؟ هول أكلات تراثية، هيدا مطهر للمعدة، وهذا على فكرة بيحطوا منه قال سبع إجباب يعني قلب من هاي. بيحطوه بخزان المي بعقم مثل الكلور. فهمتوا الشغف اللي عم بحكي عنه؟ شفتوا الحماس اللي عم بحكي عنه؟ انت معطوك لبس اذا في شيء معي. لك الله يحفظك، الله يحفظك، مرسي مرسي يا ستنا. وصل مساجك تيتا. ما في مني. باي. أرقش مثل الكورن فليكس، بيتاكل مع عسل سوبر طيب أو مع شي مالح. بهذا الوضع رح نحط على اللبنة، هيدا لبنتهم عم نحكي عنها. اخوات بيوتيفل، أول شي الاستقبال، الأكل، العجقة، الجمع، المحبة، الحماس، يعني كل واحد نتشافى مني بعقده. وهيدا الشيء اللي عم نشوف انه في ناس كتير بتضيع، في عجقه بتضيع، في بركه بتضيع، في حماس بتضيع، وكل هالضيع اليوم بتجوا بتقولوا كيف بدنا ندعم لبنان. دعموا الضيع، دعموا ستة بيت، دعموا تعاونيه الضيعه. الضيعه فيها بركه، بدها بس حدا يوقف حدهم يقول لهم تفضلوا صناره اشتغلوا، نحن حدكم وخليكم بهالضيع، الضيع ترجع تنمى ولبنان يضل. AFDC VMZ بدنا ما ننسى. عيد وراي AFDC WFP VMZ. أنا حفظتهم وإن شاء الله هني سمعون مزبوط. AFDC WFP VMZ خلصت. إن شاء الله يحفظون يسمعون مزبوط. Good morning. إيه. Good morning. مش جاي إيدك فاضيين؟ لا بحياتي جاي إيدي فاضيين. نيروس؟ عندهم زعتر. واو. جربنا فينا نقول كل شيء بالمملكة اليوم عم بتشتي. رائع، أنا بحب الشتوية. شوية معلومات، المترو ورا. لاين بلو يلي هي بتفوت على المنطقة الجديدة يلي هي اسمها سماد صح؟ كافت؟ كافت منين جبتها هيك؟ اه حابين هيك كافت. بعدين عندكم اللاين يلو يلي بتروح على المطار، مفروض يفتحوا هلا قريبا. وانبسط، اهم شيء اني انبسطت، يعني تحمست، حسيت البلد، حسيت الشغل اللي عم بيصير، حسيت الاهتمام بالثقافة والتراث، التطويرات اللي عم بتصير. مبسوط بالقعدة بالتفاصيل، مزهر، الفنجان، القهوة اللي بنعرفه العربي، الخبز بالعلبة تبعهم. It's dinner time. أول شيء ويلكم. So you're having one of very traditional soups that we have in Saudi. شوربة الجريش وشوربة الحب. فعندك هناك سلطة الزوكيني أو سلطة الكوسة. الكوسة عموما موجودة كثير في المنطقة، في السعودية بصفة عامة، في المنطقة الوسطى. فسويناها واستخدمنا منتجات ثانية كمان that is very relevant من ناحية spicing and seasoning. Very upscale. أخذنا حيالله مكون كلهم معمولين هون ومنجيبين من هون، بس حطيناهم محل تاني. يعني مين كان يفكر انه معقول الاكل التقليدي يوصل لمحل يصير هالقد ترندي؟ واو كوسة نية. It's celebrating Saudi, okay, as a whole. Along with طبعا celebrating the Saudi ingredients and flavors,
We wanted to also celebrate the culture to highlight how precious is the olive oil, as the Saudi olive oil, and how proud should we be of it as Saudis. ما ابدا منتظر يلي عم شوفه وعم اكتشفه. Positively impressed and enjoying it. شو طابخين اليوم؟ كاربونارا، بيتزا وشوية قصص تعلمناهم بإيطاليا، هنجربهم اليوم. هي القصة ما فيها تما تقولي سافرت وتركتك بلبنان. ام جبتنا على ايطاليا. امت جبتك عند ماركو تيطعميكي شو تعلم اخر عشتيه؟ مزبوط، ما انا وديتهم يتعلموا. صح. وانا بقعد على رواء. سو نحن متفقين. هلا جيتو. خي صفيني سافر اكثر. بنابولي بياكلوا البيتزا بالشوكة وبالسكين ما بتتقطع، وكل شخص عنده البيتزا تبعه. تنقص دي مورسو وبتتاكل. ما في رولو، ما في سيزو. بيفلقوكن بكلينتون من وقت ما بتفوتوا، صورته لكلينتون وين ما كان، كلينتون اجا وكلينتون راح، سكروا الشارع وطربقوا الحي. هل بيستاهل انه كلينتون اجا لهون؟ هذا الشيء القديم المشهور اللي عالم تحكي فيه لايف اون كام. يا كلينتون في احسن من هيك؟ هلا انا ماني جوعان بقى ابدا، بس انا بناكل صبوي بس لاسباب تصويريه. انطر عني. طيب يلا ننطر. هلو هلو ماليزيا. Malaysia is a little bit like our country. We have majority Muslim, but we also have a lot of other races, other religions. وصلنا هلا على مركز الملك يلي هو بيتعين من المحافظات كلها، كل محافظة فيها سلطان، وكل هالتسعة اللي هن بيتناوبوا على الحكم بينتخبوا حاكم يلي هو بيصير الملك، وهالملك بيضل كل 5 سنين وبيرجع بيجي غيره. Let's go. شفت تمبل كمان عم يلفوت عليه. يلا ليتل انديا. تيتاري يلي هو الشاي الهندي، شو مثل الكرك ذكرني، سكر كوندنسد ميلك انتنستي. طيبة. تا واحد يكتشف كل المدينة أهم شيء شو بيعمل، بيطلع على التاور 360 درجة بتبرم اسمه اتموسفير 360، بده 90 دقيقة تيلف من الأول للآخر. واليوم العشاء مع التوريزم بورد. عن جد انك تحكي هيك بسرعة، فكرة هيك بسمعك بس ما بفهم كيف. انت فتت نفرة غلط اكيد وراح ابتلي فيه. باي جايز باي سي باي فعلا باي شو بك باي 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 باي.